الفنان ما يصحش ينشر مشاكله الشخصية للعلن، لازم يحترم خصوصيته. انت شايف ان ده ينفع دلوقتي فاز يعني زمن السوشيال ميديا وان كل حاجة بقت على العلن؟ تقريبا الناس بتتجوز وتطلق اونلاين. خلاص مبقاش في حاجة مدارية يعني. ده مظبوط، بس انا لا متمسك برأيي. يعني لو اي حد من بناتك او حد نشر حاجه على السوشيال ميديا تخص حياته الشخصيه هتمنعه؟ لا تنصحه؟ بالذات اللي كبروا بناتي، اذا كان مش قادر اسيطر على احفادي. انا بقى على فكره مشكلتي ما بقتش مع بناتي، مع احفادك. مع احفادي الحافدين، عندي حافدين ما شاء الله، ولد مراد بن شروق وكربة بنت دنيا صاحبتي. لا خلاص مش عارف، حاجه غريبه يعني. الموبايل مثلا 24 ساعه صعب جدا ليهم، هم حاجات وطرق وتفكير يعني. مراد ساعات يجي يحضن ويبوسني ويبوس ايدي وبتاع، وفي مره تانية زي ما اكون قاصد يعدي عليا كده ولا كني موجود. هوا ازيك يا جد وخلاص. ولا في ازيك يا جد، اقعد يا بار يا مراد، ولا يعبرني. كربة كبرت بقى، كانت بتعمل نفس الحركات. لا كبرت، ربنا يحفظها، خلاص بقى تقليد عندها انها تيجي تحضني وتبوس ايدي وبتاع، بفرح. انما في طريقه تفكيرهم مثلا تيجي تاخد الايباد بتاعي كربة، اقول لها انت بتدخلي على حاجات انا مش عارفها يعني. لا دماغاتهم مختلفه صراحه. اختلفت.